قامت حركة شبابية في تونس بإطلاق حركة احتجاج سلمية تدعى السترات الحمراء، وذلك على غرار حركة السترات الصفر في فرنسا. ويأتي هذا تزامناً مع بدء اضطراب المحامين عن العمل يوم الاثنين في كافة محاكم البلاد، كما قرر أساتذة التعليم الثانوي تنظيم يوم غضب وطني الأربعاء. وتأتي هذه الخطوة وفقاً للنشطاء رداً على الفشل والفساد وغلاء المعيشة، وكذلك البطالة وسوء الإرادة والهيمنة على مفاصل الدولة.